آخر الإسماعيلي اليوم كان بيعلن عن صفقاته الجديدة، فأعلن عن هشام محمد، إيريك تراوري، أحمد الشيخ، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، علي الملواني، عبد الرحمن الدح الكونغولي، موزيس، وده مهاجم 2005 قدام حضراتكم هو على الشاشة. وكان في مؤتمر صحفي النهاردة. أنا معايا على التليفون كابتن محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. كابتن محسن، أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الخير، أهلا إبراهيم، أخبار حضرتك إيه؟ طمنا عليك. حياتي ليك والأسرة البرنامج، رب يبارك في عمرك يا رب. خليني أسأل حضرتك مباشرة، كيف نجح مجلس الإدارة في حل مسألة وأزمة القيد اللي نغصت الدنيا يمكن شوية على جمهور النادي الإسماعيلي، ومن ثم كان من بعدها عقد العديد من الصفقات؟ أنا بس يعني هستأذنك بس قبل ما نروح الناحية دي، عايز فضل. بس أنا ما فهمتش من الحاج عامر، هو ليه أجل المباراة بتاعتنا؟ هل أنت فهمت حاجة؟ هقول لحضرتك، هو كان عامل ميعاد الساعة 4 علشان ماتش الساعة 7 كان معمول لماتش القمة الأهلي والزمالك، فعايز الناس تتفرج على ماتش الإسماعيلي الساعة 4 وتتفرج على ماتش القمة أهلي وزمالك الساعة 7، فلما ما بقاش موجود ماتش الساعة 7 ده اتأجل، اللي هو ماتش الأهلي والزمالك ماتش القمة اتأجل، اتشال من مكانه. فالراجل بيقول أنا شفت إنه من الحرص إن إحنا نخلي الميعاد ده ينزل للساعة 7 علشان أدي أكبر فرصة لجمهور الإسماعيلي يتفرجوا على المباراة دي في وقت يكون مساء، فالدنيا الناس تعرف تتفرج عليها. ده اللي هو الراجل شرحه، يعني قال حرصا يعني على متعة الناس إن هي تتفرج على النادي الإسماعيلي، ده السبب بتاعه يعني. لكن مش مهم إن فرقة بقى لها النهاردة 5 أسابيع عندها الميعاد الساعة 4 وبتتدرب يا إبراهيم في الدغرية الشمس طالعة في ميعاد المباراة، بعد كده الماتش يجي قبليها ب4 أيام نتبلغ ان هو الساعة 7 عشان خاطر الناس تشوفه. كمان احنا يعني ما شفناش خالص حتة كلام رئيس الوزراء ان احنا بنرشد الطاقة وان احنا بنحاول نقلل الانفاقات. ايه اللي يخليني النهارده الساعة 7 الماتش اولع النور لمدة 4 أو 5 ساعات بعد ما كنت هولعه ساعة ونص بس؟ يعني انت حضرتك شايف من وجهه نظرك انه هذا التغيير اضر بالنادي الاسماعيلي لان انتوا بقالكم فتره بتتمرنوا على ميعاد الساعه 4؟ هو ده اكيد طبعا. ده اكيد. انا النهارده لما اتمرن بقالي 5 أسابيع بتمرن الماتش الساعه 4 قبليها ب4 أيام يجي لي من اتحاد الكوره او من الرابطه ان الماتش الساعه 7، هل ده يعقل؟ هل ده ممكن يتعمل مع الانديه الثانيه؟ يعني بس هو سؤالي لحضرتك، هل انتوا هتبعتوا لاتحاد الكوره، هتبعتوا لجنه المسابقات عشان بس ابقى اكون دقيق اكتر، هتبعتوا لجنه المسابقات وهتبعتوا للرابطه تعترضوا على الميعاد ده وتقولوا احنا عايزين ميعاد الساعه 4، ولا موقفكم عامل ازاي؟ اصل ما اظنش ان الموضوع ممكن يكون فيه مشكله، هم بيعملوا كده نوع من انواع اعتقد التعاون في بث المباراه في وقت كويس، فاذا انتوا رفضتوا اعتقد، انا بتخيل، ما اعرفش، انا بقول اي حاجه برضو وانا الموقف على الهواء مع حضرتك. احنا مش هنرفض لان انا عارف ان الماتش هيتلعب الساعه 7. يعني فاحنا رفضنا او ما رفضناش هيتلعب الماتش الساعه 7، لكن اللي انا برجوه ان ما ينفعش طالما ما فيش اي حاجه تستدعي ان المواعيد تتغير سواء بايام او ساعات ان الجدول يفضل ثابت. ده ابسط حقنا. ماشي، يعني رسالة حضرتك وصلت، وأتخيل إن الحاج عامر حسين ممكن يكون بيسمعها في الوقت الراهن. طيب سؤالي بقى لحضرتك، السؤال الأولاني متعلق بموضوع القيد والصفقات، اتفضل. طبعا يعني أنت مشكور، وأنت أحد الناس اللي اتدخلت في جزء من حل القيد مع جريدو. الله يبارك في عمر حضرتك، أنا ما عملتش حاجة، ومن فضلك ما تقولش الكلام ده على الهواء، من فضل حضرتك خلي ما بيني وبينك وبيني وبينك، رب يبارك في عمر. احنا بندي كل ذي حق نحط برضه إبراهيم بأمانة، يعني أنا ما أقدرش أتأخر في أي وقت. ما تأخرتش عن النادي الإسماعيلي الحقيقة، وأنا كملت حتى بعد كده بقيت أبعت له بكلمه مش بيرد، وببعت له رسايل في النهاية خالص لما رد عليا قال لي حضرتك يعني اكن النمره غلط، يعني حضرتك اتصل انت موضوعك مع الفيفا مش معانا. فهو ما قبلش اي طبعا اي اتفاقات طيب ممكن تحصل حديثه، لان اللي شافه من المعامله من المجلس السابق للاسف خليته ان هو كان قافل تماما، هو قافل تماما. وانا خليني اقول انه حضرتك حاولت بكل الطرق وكل السبل مع الراجل، طبعا مشكورا بصفتك واحد من اساطير النادي الاسماعيلي قبل اي حاجه انك تحل الموضوع،
بس الراجل كان قافل تماما، لان الراجل اخد وعود، وانا بقول اهو انتوا بتدفعوا ثمن، مش انتوا اللي ارتكبتوا الخطا ده، دفعوا ثمن مش ثمن انتوا اللي المفروض تتحاسبوا عليه يعني. والراجل كان قافل تماما وعنده مشكله في الثقه بشكل غير طبيعي يعني. الحقيقه يعني طبعا انا بشكر طبعا المجلس بالكامل وعلى راسهم المهندس نصر ابو الحسن، بذل مجهود كبير جدا 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 الحقيقه. حتى لما جينا بعنا اياد عسقلاني الفلوس بتاعته للاسف كانت هتتاخر وهتيجي بعد قفل القيد، فكنا لازم نتصرف في الفلوس دي لغايه الفلوس ما تيجي، ولازم نبيع لعيب تاني عشان خاطر نقدر نعوض بيعه اياد. ما ينفعش ابيع اياد وانا ما خدتش الفلوس ديت وما افتحش القيد بعد ما بعت اياد. ايوه. فاضطرينا ان احنا كان اللعيب الوحيد اللي كان ممكن يجيب مبلغ كان هو ياوق النور. وكان عن طريق البنك الاهلي، حاولنا لاي مكان تاني غير البنك الاهلي لكن للاسف ما نجحناش. وكان في الاساس كان في عبد الرحمن مجدي كان جاي عقد، لكن للاسف ولو كان مشي العقد ده ما كناش هنبيع اي لاعب تاني الحقيقه، لان هو ده كان هيقدر ان هو نفتح برضه بيه القيد. كان عقد مميز وكان قادر ان هو يفتح لنا القيد بمنتهى يعني سهوله، لكن الصعوبه ان احنا انت متخيل في فتره قليله جدا من 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 بيع ياو النور كان يوم السبت والقيد هيقفل يوم الثلاث الساعه 3 الظهر وتمد لغايه الساعه 10 وبعدين تمد لغايه الساعه 12. احنا فكينا القيد يوم الثلاث. ايوه. يوم قفل القيد بالظبط. ايوه. هو ياوق النور اخدته فيه كام؟ وعبد الرحمن كان وصل لكم كام الرقم فيه؟ العرض كان كام؟ لا عرض عبد الرحمن كان كبير، كان معدي فوق المليون دولار يعني. يا ده كان فكلكم ازمه كبيره. للاسف بس يعني هو يعني ده كان من بره، ده كان من بره مصر؟ بره مصر. كان بره مصر. السعوديه. حضرتك حابب تقول ولا مش حابب تقول عشان ما كنتش بس لا انا مش حابب، معلش. خلاص مفيش يعني. لا 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 مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. والحقيقه ياو جاله برضه اعاره، بس للاسف الاعاره كانت برضه بره مصر، لكن هو رفض اللاعب. طبعا ما كناش نقدر ان احنا نخلي اللاعب يعني نجبره على انه يخرج يعني. هل حضرتك راضي عن الصفقات؟ احنا كمجلس طبعا كلنا راضيين على الصفقات، لان احنا كمجلس واخدين قرار من البدايه ان المسؤول عن النواحي الفنيه كابتن علي ابو جريشه رئيس القطاع، والنائب عماد سليمان والمشرف على الفريق الاول، وكابتن ايهاب جلال. فاحنا سايبين النواحي الفنيه دي موجوده. لو انت جيت اتكلمت بالنسبه طب لمحسن عبد المسيح، انا بشتغل فني مع المجلس بتاعي جوه المجلس. انا اقول لك اللي عندي. انا سمعت ان حضرتك قدمت استقالتك، الكلام ده صح ولا لا؟ لا هو يعني ما حصلش ان انا قدمت استقاله بامانه يعني. لا مش يعني الاستقاله هو كان فيه بس اختلاف وجهات النظر. ماشي. لكن زي ما قلت لحضرتك هو ده قرار مجلس اداره. الصفقات دي كلها هي ولاد النادي الاسماعيلي النهارده. كلنا بنتمنى لهم التوفيق وان هم يكونوا قادرين ان يرفعوا النادي الاسماعيلي من المكانه اللي هو فيها لمكانه افضل تليق بالنادي. صحيح. انا بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن محسن، وبتمنى لكل يعني جماهير النادي الاسماعيلي السعاده والانبساط والمتعه مع الفريق ان شاء الله باذن الله، بقى بدايه من عوده الدوري ان شاء الله باذن الله. انا اللي بشكرك طبعا يا ابراهيم لوقوفك جنب النادي الاسماعيلي، وده مش غريب عليك، دايما بنلاقيك ظهر للنادي الاسماعيلي وكل الفرق الجمهوريه الحقيقه، ودايما دايما تكون كده واقف في ظهرنا. رب يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش من حضرتك، متشكر لذوق حضرتك جدا جدا يا كابتن محسن، اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. اسطوره نادي اسطوره النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي كابتن محسن عبد المسيح، واحد من الشخصيات المحترمه جدا. طيب